ومعنا من تونس موفدنا إبراهيم حسناوي. إبراهيم، ما أعلنته رئيسة الحكومة المكلفة عبر هذه التغريدة مرتبط أيضا بالحل السياسي وإشراك كافة الأطياف في الحكومة الجديدة في ضوء استطلاعات الرأي التي تؤيد ما قام به وكل الإجراءات التي ذهب إليها الرئيس؟ نعم، بالتأكيد روبير، ما أعلنته رئيسة الحكومة اليوم يأتي ربما امتدادا لما أكد عليه الرئيس قيس سعيد مرارا، أن أولوية الحكومة خلال الإجراءات الاستثنائية هي العمل على مجموعة من الملفات، أبرزها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والحد من البطالة، وهذه الملفات قد أكدتها رئيسة الحكومة في تدوينتها الأخيرة. قبل ذلك أريد الإشارة أيضا روبير إلى أن رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن في تغريدة قبل قليل أكدت أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المقبلة ستتجاوز 50%، وهي أول مرة ربما قد تحدث في تاريخ تونس أن تكون نسبة تمثيل المرأة تتجاوز النصف من أعضاء الحكومة، وربما قد تتولى بعض الوزارات السيادية نسوة كذلك. يأتي هذا روبير في إطار استطلاعات الرأي التي تتحدث عن أن أغلبية التونسيين راضين عن أداء الرئيس قيس سعيد، وراضين أيضا عن تكليفه نجلاء بودن بتشكيل الحكومة على غرار ما أكدته عدة أطراف سياسية ومنظمات مجتمع مدني عن ارتياحها. هي حالة ترقب روبير هنا في تونس لما سيكون عليه شكل الحكومة المقبلة، لكن ما أكدته بعض المصادر أنها ستتكون من كفاءات تعمل على الملفات التي ذكرتها سابقا، وستتصدى لها خاصة مع تزايد الضغوط الشعبية. نعم. من أجل المضي قدما في الإصلاحات السياسية. نعم روبير. موفدنا إبراهيم حسناوي مباشرة من وسط العاصمة تونس.